شباب المسابقات اسمعوا فيها. مجموعة من الشباب اللي كان اليوم بيشاركونا طبعا أصوات وأسماء جديدة حابة تكونوا معايا اليوم وتشاركنا وتكون في المسابقة. في حد معايا من جماعة المايكات؟ تمام أستاذ. نكملوا مسابقتنا لهذا اليوم ونشوفوا مشترك جديد. السلام عليكم. علي صوت ما يسمعوش فيه. نعرفوا باسمك اسمك؟ أحمد رياض. بالله لكم التحية لعبد الرحمن باش يجاوبنا في السؤال هذا. ما سمعناش تحية ليه. السؤال هو أول حاكم في العهد العثماني الثاني وهو الذي قبض على عمر محمودي. شن اسمه؟ مصطفى نجيب باشا ولا علي باشا رضا أو أحمد راسل؟ السؤال حسيته شوية صعب، شن رأيكم ولا؟ غريب السؤال الثاني وسؤال بسيط، سؤال اسهل شوي. انا نسال من هنا. بياسر من هنا. باي سؤال مهم جدا جدا وسؤال مضبوط فينا كلنا. سؤال لو نعرف قيمته ونعرف شو معنى استقلال ليبيا حندافع عليه ونعرف مزايا البلدان، لانه احنا بلد سلام، الناس تحت سلام، واذا قاعد تطلب في السلام قبل كل شيء. سؤالي بسيط جدا جدا، متى تم استقلال بلدنا الحبيب وروحنا وقلبنا ليبيا؟ 1951. الله اكبر، اهو جينا دار الحرب الثالثة. الله اكبر، نقول تحية استاذين، تحية مع التكبير. الله اكبر الله اكبر. يا ريت كلنا نعلم اصحابنا التاريخ. 1951 ما مشاش الناس. 1951 قبلها كانت في مؤامرة على البلاد. الحمد لله بارك الله في أهل الوطن اللي جابوا لنا استقلال واللي احنا قاعدين نحتفلوا فيه يوم 24 ديسمبر كانت تفكر من سنة. راهو تاريخنا محفوظ على طول صغار كبار. راهو اليوم قبلها ما كانش عندنا استقلال، قبلها كان في جهاد، كان في الشيخ عمر المختار، كان في سليمان الباروني، كان في الأسماء الكبيرة كلها. بارك الله في الأجيال الجديدة اللي قاعدة محافظة على التاريخ وما توقعتش انه حيجاوب في السرعه هذه. شنو عندنا اطفال تانيين غادي معاك؟ الو جنات معاي؟